مرة بالليل كنت رايح على البيت، مرق من بير العبد، كان في شباب قاعدين على الإكسبرس. فقام شاب من هول اللي قاعدين على الإكسبرس إجا لعندي، قرب لعندي هيك، كمشني بالإقشاط، قال لي هذا الإقشاط لإلي. هلا صراحة صرت أفكر أنا بالموضوع، إنه بركي الإقشاط لإلي، لإلو. إمتى لقيت إنه لا الإقشاط مش لإلو، وبده يطربشني، وأنا بتطربش الصراحة، وبالمشاكل بفهمش. عملنا مشكل، أكلت قتلي، اتدعوست. مهم اكتسبت شيء من هذا الموضوع، صرت أعرف الكاركترات تعول المشاكل بالضاحي. ها؟ أنتم منتبهين لكل الكاركترات تعول المشاكل، حأشرح لكم عنه. بالضاحي في اللي بيجي بالمشكل عطول متفاجئ، ما بده يصدق شيء، بديش يصدق، حاط براس بديش يصدق شيء. هذا هيك بيجي، شو؟ أمي؟ أختي؟ تيّة؟ شو؟ أختي؟ لك إيه أختك، فيش إلا أنت وهو نزلين بقارات بعض، فيش غيركم أخي. وفي اللي بيجي على المشكل مهروق، بيكون مستعجل لدرجة إنه هذا بس بيجي بيصحط بالمشكل وبيفل. يعني هذا بيجي هيك، الاخر من يوقف، وفي اللي بيفوت على المشكل هيدا ما حدا بيضربه ولا ضربة كف، بيظهر من المشكل بده مستشفى دغري. هيك بيجي، شوفي شوفي شوفي، ما فيش كبير بالمنطقة، ما فيش كبير، ما فيش كبير هون، ما عادش حاسبين حساب لحدا. ليش؟ أنا شو عم بعمل هون؟ بيسحب سكيني، شو عم تطلع؟ شو بال؟ شو بال؟ بصير على كتر الدم اللي عم يطلع منه بصير يطهوش، اتركوني اتركوني، خذوني على المستشفى، خذوني على المستشفى، لا اتركوني اتركوني، لا خذوني خذوني. بصير يعمل مؤثرات صوتية، يعني بتم وهو بصير يعمل مؤثرات صوتية لحاله، تركوني أنا مش ناسيك، ها؟ مش ناسيك، هلا بدي أروح أجيب الكليشن وإجي. تا 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 تا. في أكتر كاركتر بخوفني بالمشاكل هي المرة اللي بتوقف على البرندة. وعطول ابنه اسمه علي، تظهر هيك على المشكل على البرندة، وين علي؟ يا علي طلع البيت، يا علي شطوا مشوار يا علي. ونحن كلنا عم نتطلع على امه، الا هو اخو المنديوكي بديش يرد عليها، بيضلوا شو بكم؟ بتصير هي تعيط له وهو بينزعج من الصوت، بقوم بعيط لها انت فوتي لجوا، بصيروا ناغموا لبعض مثل عم يغنوا، يعني عرفت كيف؟ بتصير يا علي فوت على البيت، يا علي انت فوتي لجوا.